شيكاغو. قبل ما نروح انا وماما اقترحت عليها ان احنا نقضي يومين في شيكاغو، وبما ان كان لازم نعدي على مطار شيكاغو كده كده للترانزيت، وطلع يما خلينا نقعد نقضي لنا يومين في شيكاغو نشوف بقى نتفرج على شيكاغو. انا دلوقتي لسه صحية وهبدا اجهز عشان نروح نستكشف شيكاغو، فيلا بينا. اول حاجة هعملها هي اني اغسل سناني. معلومة سريعة، لما تغسلوا سنانكم ما تسيبوش المعجون هنا عشان بيخلي المنطقة دي تنشف ولا تلتهب، بتعمل فعاليات كده، فهو ده السبب. لو سبتوا معجون السنان هنا يتراكم طول ما انتوا بتغسلوا سنانكم، المنطقة دي بتتأذى من البق، فدايما امسحوها. وبعد كده هغسل وشي بفرشة لونا ميني 2 من فوريو. الفرشة دي فادتني جدا في رحلتي، لان دايما بنكون احنا برا في الشارع ففي غبار واتربة وحاجات طالعة من البساط وحاجات طالعة من المعرفش مين، كل ده بيلزق على الوش. ففرشة فوريو بتساعدني اني احافظ على بشرتي، بغسل وشي بيها الصبح وبعد يوم طويل بغسل وشي بيها برضو، بتطلع بلاوي. ده غير انها مصنوعة من السيليكون، وده بيخليها ما تركمش اي نوع من البكتيريا. ونسيق وننظف الوش ونلمعه، واهم حته عند المناخير جنب المناخير، وما ننساش الرقبه والدبل تشين، كل ده ينضف يا معلم، كل ده ينضف. نظافه. دلوقتي فاضل اني البس عشان ابدا اليوم ونستكشف شيكاغو. 3 2 1 جايلك شيكاغو. شوفوا يا جماعه، انا مش عارفه ايه البتاعه دي صراحه، ولا عارفه ايه اهميتها ولا اي حاجه. انا كل اللي اعرفه ان انا كل ما يطلع فيلم يجيبوا سيره شيكاغو يجيبوا صوره البتاع ده. دي تحفه فنيه اسمها The Cloud Gate، او باسمها العامي هو The Bean، وسط الناس في شيكاغو. بناها واحد بريطاني اسمه سير انيش كابور، والمنحوته بتاعته بتعكس المدينه العموديه من منظور افقي. نكمل الفيديو. ايه هو بقى؟ انا مش عارفه. اللي اعرفه ان هو مشهور قوي، فجيت انا وامي ونتصور جنبه عشان ايه بقى اما نقول رحنا شيكاغو شفنا البتاعه دي بنشوفها في الافلام نقول اه بس خلاص هو ده. انا عايزه اخد صوره مع البتاع ده للانستغرام، بس مش عارفه لان في سياح كتير واحنا كلنا متضايقين من بعض عشان احنا عمالين نطلع في صور بعض، كله خسران. فانا عندي اقتراح هو كالتالي: لو في حد استلم المنطقه دي وقفلها بالبلوى الحبل المخمل ده، حلو الكلام، وعمل تعرفه بدولار، تقوم الناس واقفه طابور لان اهم حاجه النظام، الطابور واقف اهو، يستنى الشخص دوره يوصل يدفع التعريفه اللي هي بدولار، يخش يتفرج مع المنظر الحلو ده في الطبيعه في الخلاء، مفيش حد واقف يبوظ اللقطه بتاعتك، ينزل الانستغرام ذكرى حلوه حلوه جميله مرتبه. ولو انت مش عايز تدفع التعريفه خليك بره بره الحزام المخمل، وعادي صور من بره ببلاش، بس هيكون في ناس طالعه في لقطتك عادي يعني. الاختيارات حلوه. يلا عدي من قدام. يا هلا ومرحبا، ابنك بيروح المدرسة؟ في حد يا جماعة ناقص معداش من قدام الكاميرا في لقطتي؟ ما انت تعال تعال عدي تعال. النهاردة هنطلع انا وشوشو في مغامرة جديدة في اطول برج في شيكاغو، فهنطلع الدور 103. جاهزة يما؟ 103 ده البرج اللي احنا هنطلعه دلوقتي، اللي هو كان اطول برج في العالم، ودلوقتي ده برج خليفة اللي هو اطول برج في العالم حاليا، فدول حاطينهم جنب بعض كمقارنة، فشوفوا الفرق. وصلنا انا وماما الدور 103 صح؟ 103 والمنظر فلة. هو ده المنظر. كل ده ازاز، الارض كلها ازاز، مش حاجه لسه، كله ازاز. ماما طبعا ماما خايفه خالص. ماما ايه احساسك؟ بتكلم قلبي واقف رجلي مش بص مش قادرة استوعب. واركب الحنطور ديريجن ديريجن واتحنطر ديريجن ديريجن. اتحنطروا يا اجانب، اتحنطروا في شيكاغو، اتحنطروا. اول ما وصلنا شيكاغو ماما شافت ان في مراكب في المياه، تقول لي تعالي نروح نركب مركب، تعالي نروح نركب مركب.
تحت طلب امي العزيزه هنروح نركب مركبتي. يلا يم. بما ان مفيش حد يصورنا انا وماما واحنا راكبين على المركب من بعيد، عايزاكم تتخيلوا ان هي دي المركبه، مش الصغيرين، الكبيره دي، واحنا راكبين فيها. تخيلوا معايا بقى. دي مهندسة معمارية متطوعة من جمعية المعماريين في شيكاغو، وكانت معانا على الرحلة دي عشان تحكي لنا قصة وحكاية كل مبنى. بس لفت انتباهي مبنى واحد معين. المبنى ده اسمه فيستا بيلدينج، وصممته المهندسة المعمارية جينا جانج. المبنى ده لما هيخلص هيكون أطول مبنى في العالم صممته مهندسة معمارية. تحية للنسوان، تحية كل النسوان. يلا يا جيش، سقفوا يا انبسطتي يما؟ قوي والله صراحه. اتعلمتي عن العماره يما؟ متعه صراحه. طب انا جعانه يما. وانا بولي كتار. بولي كتار. انا جائع. بولي كتار. بولي كتار. دلوقتي انا وماما واقعين من الجوع، وشيكاغو هنا مشهورين بنوع بيتزا معين اسمه ديب ديش بيتزا. معرفش هو ايه ولا ايه الحوار ولا ايه اللي بيحصل، بس المهم احنا دلوقتي قدام مطعم وهنخش وهنجربها وهنسد جوعنا. لا كلام. هو ده المطعم اسمه جيردانوز، والطابور عليهم مش طبيعي، يعني الناس زحمه بره المطعم قد كده قاعدين مستنيين بس ترابيزه عشان يخشوا جوه. قاعدين انا وماما ومستنيين البيتزا توصل. البيتزا بسلامتها هتوصل امتى مش عارفين، بقى لنا ساعتين قاعدين مستنيين البيتزا. لو كانت البيتزا دي السفيره عزيزه كان زمانها جت. ايه في ايه؟ 2000 years later. اخيرا البيتزا جت، وده اللي بيميزها انها ال هي كده اهو غريبه وكده حطتها عاليه، ومن جوه عامله ماما زي ما بكون بصور اعلان بيتزا. اهو 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 جبنا اهي يما. يلا يما بالهنا والشفا. ده كده يما، يعني دي بيتزا تستاهل الانتظار. فظيعه صراحه، تستحق بجداره الانتظار، تستاهل الساعتين اللي استنيناهم. والله مش زعلان. ايه دي يا مخدمه الجوده؟ رهيبه جدا، حلوه جدا، حلوه ما شاء الله. ياي انيمال بيهيفير. هنختم الفلوج بقعده تحت المطر، بس ناقصها كوبايه شاي. ترمس شاي؟ اه سندوتشات جبنه. وشويه لب وشويه صدق. يا سلام، بس وعيش الحياة بقى. هتخيل ان انا ماسكة كوباية شاي. ليس سكر. انتهت رحلتنا وانا دلوقتي في المطار ومروحين، وكنت عايزة اقول لكم لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تدوسوا زرار الاعجاب اللايك، ولو مش مشتركين في القناة فاشتركوا في القناة وبس. لو بتشوفوا الفيديو ده الصبح فصباحكم خير وفل وقشطة، ولو بتشوفوا الفيديو ده بالليل فمساءكم خير وفل وقشطة.